وفي تعاملك مع من اللي بديت مشوارك في التعامل مع العنبر هذا؟ برشا حاجات عمري ما نسيتهم وما ننساهم. ايامات الفورماسيون قعدت لي برشا ذيك في الذاكره، خاطر تعديت ايامات مزيانه كلها ضحك كلها لعب، عرفتك اللي تعلمنا ونحن نلعبوا في جو مرح معنا. صحيت بالحق ذيك اللي يقول لك الواحد يتعلم بالحق ما تفرهاش ويتعلم الواحد فاسيلمون صحيت، وخاصه كي يبدا جو أكلكال صحيت يبداو مع بعضهم ومتفاهمين كلي اصلا حتى تبدا في خدمتك مرتاحه، فهمت تقبل صارت لنا برشا حاجات برشا طرائف زايده في التعليم. الواحد كي تعرف كي يبدا بادي جديد مش باش يبدا، ساعات تجي باش تعمل حاجه تطلع لك حاجه اخرى، ساعات باش تعمل حوته تطلع لك وصفه باش تعمل مثال بلغه تطلع حاجه اخرى، فهمت معناتها كلي فما برشا حاجات تقعد في الذاكره محلاها، فهمت تقعد ما تتنحاش. فما ارتيكل مره خدمته هكا طلع لك مزيان وقعد لك في الذاكره نتاعك؟ اي برشا، هما ما شاء الله خدمتي الكل شكر روحه عرفت برافو خدمتي مش من لا شيء الحقيقه، خدمتي كلها مزيانه باش ما نكذبش، خاطر بالحق نخدمها بحب، خاطر كي نخدم القطعة نعطيها حقها وكارها، فهمت نخدمها بحب كبير، مش نياكلي جوست تانية باش نخدم الحاجة ونرتاح، لا نعطيها وقتها ونعطيها حبي الكل، عرفتك اللي هي بطبيعتها تخرج مزيانة من عند ربي. ما فما برشا حاجات اللي مثال نخدمهم ونقول لا هذه باش نخليها لروحي عرفتها؟ كيما شنو مثلا؟ خليت روحك معناتها يا كولي فما أيوة. كولي يعجبني برشا محلاه، نحسه هكا ما نعرفش فيه بصمه خاصه فيه، خليته قلت له باش تلمسوا ولا مثال شنو فيه معناتها بار العنبر؟ فيه هكا الخمص صغيرين، هو مخدوم ريحانه مخدوم زداق، نقولوا نحن زداق هذيك كيما هي موتيفة تتسمى زداق، فهمت مزيان برشا عرفت حلاه في عيني على الاخر، قلت لي هي ليلي فهمت صح يعيشك هي من حقي زاد انا ندلل روحي والله كيما ندلل الكليونات ندلل روحي صحيح. هو ساعات الانسان الحرفي كي يخدم حاجه مزيانه وكي مش يخرجها يعني يبيعها باش تغبر من عينيه، تضيع عليه يحس حبه ما كان الثمن نتاعها حسها مش تضيع عليه، لكن يخليها قدامه مش يقعد ديك الارتيكل هذاك ديما يغزر له ديما معناتها كل ترى ربي. فما تصور على قليله انا هاني كل ارتيكل نخدمه اللي نخلط نصور، فهمتك عفوا ساعات خاطر كي تبدا كليونت مزروبه ولا حاجه ما نجمش تخليها ما نجمش فهمتك. وعندكش ذكريات اخرين معناتها في مهرجان في أي. فرشة شارك ذكريات في معارض شاركت حسيلو برشا، هي برشا حاجات تقعد في الذاكره خاصه المهرجانات اللي في الريف احلاهم بالحق، تجربه جديده وحاجات جديده وحاجات مزيانه على الاخر مزيانه عرفت اللي ساعات نقول انا خليني نقول لهم شكون يقعد لي بحذا ستون باش نخرج نتفرج بالحق من كثر الجو اللي يبدا فما، خاطر تبدا فروسيه تبدا حاجات مزيانه حاجاتك اللي عرفت اللي نحن مثال في المدينه ماهيش كل يوم نراوها مش كل يوم باش نراوها، فهمت كي نمشي للمهرجانات اللي في الريف بالحق نبدا انا اصلا نبدا فرحانه علاش على خاطر فرحانه اني بطبيعه باش نعرض سلعتي والكل هذيك الاولى ونبدا فرحانه الاكثريه اني باش نعيش اجواء خاصه شويه معناتها ما عشناهاش قبل صحيح،
انا شفتك يعني شاركت في معرض في مهرجان بتاع الزيتون الروماني في جبل وسليت، وعرضت في فيلم فضاء سعيد زادة، فيلم سعيد زادة شاركت في مهرجان الزيتونة، فيلم سعيد ومهرجان زادة الزيتونة اللي في الوسلاتية ديما نشارك فيهم وجلولة لحقية وجلولة. كانت أجواء مزيانة ياسر، مزيانة على الأخر، مزيانة. أنا قلت لك حاجات تجربة جديدة، أول معرض يقام في بلاي في على هامش مهرجان في الريف، معناتها في ريف أول مرة أنا أي. شاركت زادة في مهرجان الفروسية زادة اللي في سيدي عمر، كان من مهرجان المغاربي الفروسية زادة، كان من أروع ما عشت الأيامات هذيك اللي عشتها بالحق، قريت فيها برشا حاجات مزيانة، عروض، فرسان من دول مغاربية كلها، من ليبيا برشا برشا حاجات مزيانة، برشا عروض بالحق تخليك تسافر في عالم زمن آخر، في زمن آخر صحيح. والحقيقة معناتها المهرجانات خاصة المهرجانات المغاربية بها برشا، وتكون تجربة ممتازة كسوا يعني في أي قطاع، معناتها حتى أي قطاع. الهيئة المنظمة للمهرجان تحسها تعيش تجربة مزيانة تنفتح على الدول الأخرين صحيح، وفيها تجربة بها، وسيرتو الإنسان يبدأ عنده في الصناعات التقليدية التونسية كيف يعرض في مهرجان كيما كيكا ديجا سلعته مش تخرج لبرا باش تعرف لبرا، ويبداو يسألوا فيك حتى كيف جاو معناتها الزوار من ليبيا ولا من الجزائر، يبداو يسألوا فيك على الخدمة، يبداو يحبوا مثلا يعرفوا كل حاجة فيها، ويبداو مبهورين فهمت بالخدمة متاعنا المتنوعة الكل، مش مقتصرة كان حتى على العنبر مثال، فهمتني، بالنسبة لهم اكتشاف صحيت، يبداو يسألوا تعجبهم الخدمة والصناعات التقليدية، ينفتحوا على حاجة أخرى مثال، خاطر هي صحيح كل بلاد خاطر عندها الخصوصية متاعها. جميل جدا، إن شاء الله موافقة مدام حنان، يعيشك بارك الله فيك. كلمة ختام يا مدام حنان. نشكرك على الاستضافة. مرحبا بيك. يعيشك. وكلمة ختام اللي نحب نقولها، نوجهها لكل حرفي انه يخدم خدمته بحب، باش ونحاولوا نعلموها للاجيال اللي بعدنا، باش ما تندثرش الخدمة نتاعنا وتقعد متواصلة جيل ورا جيل. دونك يعطيك الصحة حنان، مشكور على حضورك الأنيق الحقيقة معنا، وعلى ريحة العنبر اللي فوحت الاستوديو الكل، مشكورين أيضا الفريق التقني، كل من أحمد دونك كل من أيمن ليجا في الإخراج التقني، محمد سيف الدين أبو العريس في الديجيتال كالعادة، صورة جميلة والإخراج التقني الرائع، مشكور يا سيف بالحق، برافو بالحق، برافو ليك. نحب نشكر زيادة مدام سوسن بستوندار سنتس، وايت تقولكم كنتم في استماع إلى برنامج فضيفتي فنان.